مرحبا، معكم لارا عنبتاوي من منصة مناهج الأردن صوت الصورة. طلاب، اليوم رح نكمل الدرس الثاني من الوحدة الكهرباء. الدرس الثاني شو بيحكي لي؟ بيحكي لي عن المواد الموصلة والمواد العازلة. الفكرة الرئيسية عندي إياها إنه هي عبارة عن مواد توصل الكهرباء وفي مواد لا توصل الكهرباء. المرة الماضية أخذنا عن شو؟ أخذنا عن الذرات الكهربائية. طيب، بما إنه عم بحكي عن ذرات كهربائية حكيت إنها رح تكون في إلها مكونات. طيب، هلأ بدي أتعرف إنه أنا في عندي مواد بتوصل الكهرباء وفي عندي مواد ما بتوصلها. مثلاً لو إجيت حكيت لك إنه عندي الفلزات بتوصل للكهرباء، كيف؟ أنا عندي الأسلاك تتكون من شو؟ من نحاس، فإذا هي عبارة عن موصل الكهرباء. بس لو إجيت حكيت لك إنه الأسلاك هذه بتتكون من مطاط، يا هل ترى أنت بتتوقع إنه ممكن تقدر توصل الكهرباء؟ لا. طيب، فإذا أنا حسب هذه المقارنة بقدر إني أقسم المواد إلى مواد موصل الكهرباء ومواد عازلة. فبدي أتعرف على المواد الموصلة. بما إنه هي عبارة عن مواد موصلة، إذن هي رح تسمح للتيار الكهربائي بالمرور من خلالها. إذن أنا عندي تيار كهربائي رح يمر عبر أسلاك التوصيل في الدارة الكهربائية، فإذن هي رح تسمح بمرور التيار الكهربائي خلالها. ما إنها عم تسمح بمرور التيار الكهربائي خلالها، إذن هي عبارة عن مواد شو؟ إذن هي عبارة عن مواد موصلة. طيب، هلأ عندي المواد الموصلة للتيار الكهربائي هي عبارة عن مواد رح تسمح للتيار الكهربائي بالمرور من خلالها. مثال: نحاس، ألمنيوم، حديد، ذهب، ماء الصنبور. فإذا يمس هي عبارة تقريبا، لو جيت حكيت عن النحاس والألمنيوم والحديد، هدول عبارة عن شو؟ دار عبارة عن فلزات، والفلزات موصلة للتيار الكهربائي. فإذا لما أجي أحكي أنه أنا عندي تيار كهربائي، بدي مواد تكون موصلة لإله. فإذا شو رح أستخدم؟ رح أستخدم نحاس، رح أستخدم حديد، رح أستخدم ألمنيوم. طيب، بما إنه أنا عم بحكي عن مواد موصلة للتيار الكهربائي، إذا هي رح تكون على الأغلب فلزات. طيب، في عندي المواد العازلة، مثل شو المواد العازلة؟ مواد عازلة للتيار الكهربائي، مثال عندي البلاستيك، مطاط، صح؟ هدول الأشياء بتمنع وصول التيار الكهربائي. إذن المواد التي لا تسمح للتيار الكهربائي بالمرور خلالها عندي بلاستيك، خشب، زجاج، مطاط. هلأ بدنا نعطي أمثلة وتطبيقات من حياتنا على مواد موصلة للتيار الكهربائي ومواد غير موصلة للتيار الكهربائي، إنها رح تكون مواد عازلة. نركز معي. لو أجيت حكيت لك إنه أنا عندي دارة كهربائية تتكون من أسلاك نحاسية، لو جيت سألتك الأسلاك النحاسية رح تكون موصل للتيار الكهربائي ولا مش موصل للتيار الكهربائي؟ رح تحكي لي إنها هي عبارة عن مواد موصل للتيار الكهربائي، رح تسمح للتيار الكهربائي بالمرور خلالها، رح تستطيع الدارة الكهربائية تشتغل، صح؟ طيب، لو جيت حكيت لك إنه أنا عندي بدل الأسلاك الكهربائية حطيت مطاط، مطاط بدارة كهربائية، يا هل ترى المطاط رح يخلي الدارة الكهربائية تشتغل عندي؟ لا، فإذا هي عبارة عن مواد عازلة. طيب، كانوا إيدي مي وإجيت بدي أطفي الكهرباء، ماما إجت حكت لي شو؟ لا ما تلمسيها. ليه؟ لأنه ممكن تلمس يصير في عندي تماس كهربائي، ممكن تصير عندي صعقة كهربائية. ليه؟ لأنه أنا عندي الماء هو عبارة عن موصل للتيار الكهربائي، فرح يمر عندي التيار الكهربائي من خلال جسمي، فإيش رح يسبب؟ رح يسبب ممكن ضرر لإلي، ممكن يؤدي إلى الوفاة. فإذا هذا الإشي لأنه إيش؟ لأنه موصل للتيار الكهربائي. تمام، إذا أعطيت أول مثال. جينا على مثال تاني، جيت بدي أشغل أنا شو؟ بدي أشغل المدفأة الكهربائية، بما إنه إحنا بفصل الشتاء، جيت بدي أشغل المدفأة الكهربائية، إيش بلاقي إنه في عندي قابس، هذا القابس بتكون من البلاستيك. ليه؟ لأنه هو عبارة عن مادة عازلة التيار الكهربائي، ما بتخليني إني أتضرر وبتحميني، فإذا تكون عندي من مادة عازلة. إذا ليه عندي الأسلاك بتكون محاطة بمادة بلاستيكية يمس؟ لأنها هي عبارة عن مادة عازلة، ما بتخلي الشخص اللي بده يلمس هذه الأسلاك إنها تكون موصلة ويتضرر. ناخد الأمثلة الشاحن. أولاً أنا عندي القابس، القابس الكهربائي بتكون من شو يمس؟ محاط بشو؟ محاط ببلاستيك. ليه؟ لأنه هي عبارة جواتها في عندي مواد فلزية رح تكون موصلة للتيار الكهربائي، إذا لمستها رح أتضرر، فإجا حط لي عليها بلاستيك مادة عازلة لحتى تحميني من أي ضرر ممكن يتسبب لي. إذا هذا أول مثال.
نيجي على مثال اليو اس بي. اليو اس بي هي عبارة عن أسلاك نحاسية محاطة بمادة بلاستيكية. ليه؟ لأن المادة البلاستيكية هي عبارة عن مادة عازلة رح تحمي جسم الإنسان من أي ضرر ممكن يصير لي إذا لمستها. فإذا هاي في عبارة عندي هدول إيش أنا عم بحكي؟ عم بحكي عن تطبيقات أنا قدرت إني أستخدم فيها مواد عازلة ومواد موصلة بنفس الأجهزة الكهربائية. هذا يعتبر إنه بتكون من شغلتين، بتكون من مواد موصلة للتيار الكهربائي ومواد عازلة. المواد الموصلة هي بدها تمشي التيار الكهربائي خلالها، ولكن المواد العازلة بتعمل على شو؟ بتعمل على حمايتي لحتى ما يوصل لي أنا التيار الكهربائي. دائما بنشوف إنه أنا في عندي الفن الكهرباء بيستخدم قفازات من المطاط. ليه؟ لأنه المطاط هو عبارة عن مادة عازلة بتحمي فن الكهرباء من التماس الكهربائي يعني من الوفاة كمان لو إنه من غير شر وصل له التيار الكهربائي. كمان في عندي الأدوات اللي بيستخدمها، الأدوات اللي بيستخدمها كمان شوية مس رح تكون، رح تكون محاطة بمادة بلاستيكية أو المطاط. ليه؟ لحتى تحميه من الوفاة. فإذا أنا تعرفت على المواد العازلة والمواد الموصل للتيار الكهربائي، عرفت وين نقدر نستخدم المواد الموصل للتيار الكهربائي حتى أنا أستفيد منها، وعرفت إنه كمان المواد العازلة بقدر إني أستخدمها لحتى تحمي الإنسان من أي ضرر راح يصير له. فإذا هيك بكون نهيت درسي، درس كتير سهل وبسيط. كنت معكم لارا عنبتاوي من منصة مناهج الأردن صوت وصورة.